your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument you heed. Find a screaming through a megaphone. Get your hands out the Middle East. Every word would hurt the cynical. Every word would cut your teeth. He would wake up.
تبدأ الآن المباراة أعزائي. بإمكان الفريق حسم الأمور وعدم الانتظار لنهاية الموسم في حالة تحقيق الانتصار في مباراة اليوم. تبدأ الآن أحداث المباراة مع ركلة البداية. فرصة للكرة عرضية خطيرة الآن. الكرة من عمق الملعب بكرة عرضية. سانشيز اعتراض الكرة في الوقت المناسب. جابي كرة جميلة على الطرف. العرضية باتجاه الله على هدف في منتهى الجمال. يا لعيب يا فنان، هدف يحرك الملعب بأكمله. هدف جاء في وقت جيد جدا، هدف رائع يضع الفريق في المقدمة ويجعل النقاط الثلاث بين الأيادي. ثلاث نقاط يحتاجها الفريق بشدة لضمان التأهل. يتقدم بالكرة. تسديدة يا رب. ضربة ركنية. ضربة ركنية أولى للفريق. استمع الآن إلى صوت المدرج، شوف الجماهير اللي تشجع الفريق لاستغلال هذه الكرة. اختار بأن يمررها إلى زميلة. مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس خلصها. تحكم جميل بالكرة، يحافظ على كرته تحت الضغط. بنتلي كرة بينية فيها خطورة الآن. تسرع بعض الشيء في مسألة تحركه، الحكم يعلن عن وجود تسلل. فيراري الكرة الآن مع الفريق الخصم. روبرتس تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. فيراري محمد مساحات كبيرة على الطرف الملعب. ممتاز التسديدة. تصدي ممتاز. محمد بنتلي سانشيز كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. حاول يحط الكرة من فوق حارس المرمى، لكن الله على الإنقاذ. حارس المرمى كان ممتاز. كرة على الطرف، فرصة لإرسال كرة في الشباك. بيلعب لك كرة يا رب. أي ثقة وأي هدف، أي سحر وأي إبهار. متعني متعني متعني. يبدو أن الفريق نجح في المهمة. أداء كبير ومباراة رائعة، نتيجة تسير في صالحهم وتقدم بفارق مريح حتى الآن. هذا الهدف يعطي الفريق طريقا للحسم وبطاقة للعبور وعدم الانتظار للمباراة القادمة. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. برافو للمدافع، خلص الكرة. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. ضغط كبير عليه. تسلل موجود في هذه اللقطة. قوة كبيرة في الدفاع عن الكرة. توقع جيد في قطع الكرة. عرضية في المنطقة. أرسل الجناح الكرة العرضية بشكل سليم، لكن ما كان في متابعة في اللقطة الماضية.
بنتلي، كرة جميلة لكن تقطع. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. بنتلي، محمد يتقدم فيها، يقتر من مناطق الخصم الآن. روميرو، حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي التماس. كرة بتتخلص، لا تمر هذه اللقطة. خطأ ما فيها كلام. تمريرة ممتازة إلى الطرف، لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة. كرة بتتخلص الآن. شوف المهارة، يأتي فيها انطلاقة باتجاه الهجوم. ضربة ركنية تعني استمرار الخطورة. بيلعب لك كرة إلى منتصف ال 18، كرة بتبعد من مناطق الخطر. أندرسون، فيراري، روميرو. شفت تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. بنتلي، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة. الله على المهارة، الله على المدافع، افتكاك الكرة في اللقطة الماضية. في دقيقتين كوت مضاف بدل ضايع، ابعد الكرة من مناطق. الحكم يحتسب ركلة حرة. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. بنتلي، جربوا الكرة في المرمى. الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء بدأ منتهي. الشوط الأول ينتهي بثلاثة أهداف نظيفة. سيطرة واضحة في الشوط الأول، الفريق عرف. نتمنى في شوط المباراة الثاني تتغير الأمور عن الشوط الأول اللي كان أشبه بحصة تدريبية بعد ما نجح الفريق الفائز في التقدم بنتيجة عريضة. سانشيز خطف التغطية والمهاجم بيمر فيها. روبرتس، آلين، تمريرة باتجاه الجناح. برافو في التغطية، شوف ابعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة. جميل الكرة البينية، الله على النظرة. تسديدة قوية تمر على المرمى، كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية. محاولة جيدة في الإجمالي. مباراة من طرف واحد على عكس كل التوقعات. نظريا كنا نتوقع بأن نشاهد مباراة متكافئة بين فريقين من نفس المستوى تقريبا، لكننا نرى اليوم فريق يقوم بكل شيء وفريق آخر شبه مستسلم في هذا اللقاء. انطلق على الطرف، ممكن يلعب لك كرة عرضية. حارس بقبضة يده يبعدها. احتراف الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع.
لان حاليا استغلال المساحات والبحث عن هجمه مرتده. مساحه موجوده على طرف الملعب. هذه تصويبه حطها في مكان. يا لعيب يا لعيب، الكره في المرمى. اي لعبه، اي نهايه، هدف في منتهى الروعه. الان اصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا اعتقد بان هناك مجال للعوده في هذا اللقاء. يتقدم بالكره، اندرسون، تسديده، يا رب، الله عليك الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان. الكره الجميله، لمسه ولا اروع، نهايه ولا اجمل. صراحه حارس المرمى يتحمل كثير في هذا اللقاء، يتلقى هدف اخر، صعب الامور على فريقه. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراه اليوم، واضح ان المباراه تنتهي. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. رمي التماس، أندرسون، تدخل والكرة بتروح. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. عرضية في وسط ال 18. بيلعب لكرة. جابي، وضعية ركلة حرة يحتسبها الحكم. كرة بالخطأ تصل للفريق الخصم بدون مشاكل. كرة بتعدي بوجه في المرمى. هجمة بتضيع بدون أي خطورة. ركنية ننتظر تنفيذها. كرة قصيرة، كرة بتلامس اللاعب، تتحول إلى خارج الملعب. بيمي تماس، الآن يجد الحلول بتحرك زملاء. بالملي أرسلها. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. قوية كانت من حارس المرمى، وبالتالي بتتحول إلى رمي التماس. سانشيز، خطأ ما فيها كلام. من هذا المكان يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح حتى تشكل خطورة على المرمى. الحارس يخرج من مرمى ليمسك الكرة. مساحة كبيرة على الجناح. حكم يعطي اوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الاصفر الان. انذار يوجه للاعب، راح يزيد الضغط عليه فيما تبقى من دقائق. كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم لتشكل خطورة على المرمى. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. القوة ليست كل شيء. شوف كرة تخرج بهذا الشكل بعيدة جدا عن المرمى. يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. ما في مساحة، ما في مجال، اللاعب تحت بيرسل الكرة. كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضرب ركنية. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. عرضية في وسط البوك. مع حركة الساعة الجماهير تزداد اشتعالا في المدرجات، الاحتفالات صاخبة هنا. الفريق يقدم مباراة كبيرة ويتقدم في نتيجة بفارق مريح، كان على قدر المسؤولية طوال الموسم، وينجح في حسم بطاقة التأهل قبل نهاية هذا الموسم.
سبع دقائق على نهاية هذه المباراة. كرة إلى خارج الملعب بعد ما فشل في السيطرة والتحكم فيها. تمركز ممتاز يساعده في خط. كرة بتضرب الخط الخلفي. بيرسل الكرة من فوق حارس المرمى. مباراة للنسيان من قبل الحارس، لكنه يظهر في هذه اللقطة ويقدم تصدي مميز. أندرسون، محمد، روميرو، إصرار كبير من المدافع، شوف يجبر اللاعب على الخروج بالكرة. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. روبرتس ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. أمامنا ثلاث دقائق كوقت إضافي. تحت الضغط الآن. راية من الحكم في إشارة لتسلل. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة. نظرة ممتازة. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. نصل إلى نهاية مع صافرات الحكم. إذن disasters, you just have to visualize cotton candy.
every gem like and my problems like God. In the morning my feet tell me to not repeat the same mistakes I make every time when I try to communicate, and I feel I should clarify over time. Every time I run I get stuck in the sun. Of that sunny day into deep shades, pop that bubble you say, give you edge all saints, the industry all faints, and quakes at the arrival, mate and CC will take on all titles, hurricanes and rivals, revive your vitals, last then like Michael. Yeah. Find, but never find love, but then you find what you get, and never find what you had. Look at how we stand hand in hand, or hide what you see when you can follow us in any other place from the light, and yet we're still bright, we fight, we run. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. I'm sure you've heard this all before. Sure you look familiar. Sure the cost of living keep on rising with no limits. Name a politician, give up about your feelings. Name a single trend that didn't end up like a gimmick. Think there's something in the water. Tell me what the mission is. I see the showers, cold word, Flint, Michigan. Tire match my melanin. Black on black is militant. Represents my diligence. I see through that privilege. Something's in the water. I think there's something in the water. Barely trust the facts now. Liar, 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 throwing stones, then hide your hands. Wow, that don't make no man proud. Tears might make my city drown. I'm too scared to speak to God. There's in the churches now. Something's in the water. Tell me what the mission is. Just another citizen that sacrificed my discipline. Still don't know my origin. Still don't know who's listening. Still can't tell the difference between strength and my conditioning. Something's in the water. There's something in the water. Oh my God, oh my God, oh my God, yeah. I've been gone a while now. Never thought I'd come back to this. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, yeah. I heard we've been falling down. What you mean we're falling down to this? I don't get this. This was never taught to me. I don't know how we got here. Oh, so suddenly. Oh my God, oh my God, oh my God. Yeah. I'm stood at the border. And there's something in the water. Something in the water. I think there's something in the water. Something's in the water. Something in the water. It seems that all we do is talk.
can never listen to the fiction. Clear as water, that is all a masquerade. For the love of my tire marks and 9/11s, ain't no evil, see no evil in my land. Same old story, pain and glory fit inside your categories. Numbers should die within, see another day. What more can I say? I think the rain, my guardian angel, fall from heaven just like it will come and take away the pain. Something's in the water, bad things in this water. Something's in my brother, something like no other. I can't put my finger on it. All I know is we don't want it. All I know is if we carry on and we will fall. All I know is if we take this on and we will lose it all. I reached the level, wanna be is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man that don't abide the booms. I contemplated cruelty and I stumbled across a grammy. Didn't wanna replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty sore, I'm probably laughing off. Never could relate to that. Went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a groovy young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I? You keep it luckily for me, it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bumping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about in the duffel. So I hated that my brother and my sister shared the garden with him. Still I found a passion for the rapping and I ثقة اللاعبين كبيرة في هذه المباراة، خاصة بأن الفريق حسم مسألة تأهله في المباراة الماضية للدرجة الأعلى، واليوم هو على بعد فوز من اللقب، وما زالت هناك جولة متبقية في هذا الموسم. كرة سهلة بيمسك الحارس. تمركز ساعد كثير، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. هذه تصويبة، هذه كانت فرصة هدف محقق من مسافة كانت قريبة. حارس المرمى ما تمركز فيها بشكل سليم، لكن في النهاية ضاعت. فوكس، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، يبعد الكرة بعد هذا التدخل. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الضرب. حارس المرمى يخرج والتقط الكرة. حلو تبادل الكرات، حلو التمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. برافو للمدافع، خلص الكرة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. فرصة للعب كرة بعرض الملعب. فرصة هدف في هذه اللحظات. اوه، في القائم وفي الشباك. هدف يسجل في هذه اللحظة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. راميريز، آلين، روميرو، محمد، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كرة بتعدي، يواجه فيها المرمى. حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي. الله على هذا القفاز، من مسافة قريبة كان ممكن تحرك الشباك، لكن ردة فعل استثنائية في اللعبة. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. فرصة متاحة للتسجيل. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة. فارق الهدفين في المباراة بالتأكيد. الم...
المباراة لم تنتهي، الحذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. Drama, and I give it my all. Ain't nothing but
أعزائي المتابعين، يعود الفريق موسم جديد بدرجة أقل مما ذهب من قبل في أوج تألقه. ما زالت الجماهير تتذكر تلك الأيام الخوالي وتأمل في تكرارها بتأهل يعيد لهم هذه الأيام في نهاية الموسم. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، هجمة تنتهي بدون أي نتيجة. بنتلي، بيرسل الكرة، كرة بتتشتت من الدفاع. محمد، تدخل والكرة بتروح. قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة. سميث، ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، إيجاد ثغرة في الدفاع. كرة طويلة من حارس المرمى، يبعد من خلالها الخطورة عن المرمى. بيكر، المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. عرضية تصل إلى الصندوق. الهجمة لا تتوقف مع ضربة ركنية. ضربة ركنية أولى للفريق. معها نستمع إلى أصوات الجماهير اللي تبحث بالتأكيد عن استغلال هذه الفرصة من جانب اللاعبين. حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. ماهر، فيراري، محمد، كرة الحكم يحتسب الخطأ. الكرة لا تمر، تمريرة ملعوبة. يا عيني على الكرة البينية. الله على هذا التدخل، أبعد الكرة من منطقته. عرضية في وسط البوك، تسويبة ووصلت في النهاية إلى الحارس. كرة عرضية ضعيفة لا تصل، يبعدها والمدافع، والكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، كرة قصيرة، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. محمد، كرة في الجناح، ممكن ارسال كرة عرضية خطيرة. حكم يشير إلى ضربة ركنية بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. تنفذ قصيرة، ممكن هجمة مرتدة الآن. عودة اللاعبين إلى مراكزهم. الكرة الآن مع الفريق الخصم. محمد، كرة بتتخلص. ووكر بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. كرة بينية خلف المدافعين. لاعب كان متسلل حسب حكم الراية وبالتالي الهدف يلغى. الكرة بتتخلص. انطلاقة وبداية فرصة مرفوعة في المساحة. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. بتتحول إلى رمية تماس. كرة جميلة على الطرف. سميث، تدخل بيخلص الكرة. عمل جيد في قطع الكرة.
سميث رائع جدا الاحتفاظ بكرته. ارسلها قويه الان في طريقها للحارس. كره بتتخلص، لا تمر هذه اللقطه. حلوه الكره البينيه، يضرب الان. هذه الانطلاقه اللي اعتقد انها ممكن تشكل خطوره، لكن في النهايه خسر الكره. يلمس الكرة لكنه ما سيطر عليها. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. كرة إلى خارج الملعب، ريمي التماس. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. كرة بتتشتت من الدفاع. فيراري. برافو، حلوة الكرة. كرة بتتخلص على الطرف الآن. فرصة قد تشكل خطورة. توقع جيد في قطع الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. روميرو. فيراري. المنافس يسيطر على الكرة. ديابي. شوط أول ينتهي والنتيجة سلبية. مشاهدينا متابعينا، بداية الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. كرة بينية لكن قوية بعض الشيء. الحكم يطلق صافرته لاحتساب كرة ثابتة خطيرة جدا. شوف الحائط ليلتزم بالمسافة أيضا القانونية. لديه فرصة من برافو، حارس المرمى يتصدى. ضعف ركنية وفرصة الحصول على التقدم. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. العرضية في وسط المنطقة. ممتاز التصدي. برافو حارس المرمى، يستحق الإشادة. الله على هذا التصدي للكرة من هذه المسافة. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص. تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة. الله على المهارة، الله على اللقطة. شوف حارس المرمى، شوف انقاذ الكرة والانفراد الصريح. كرة إلى خارج الملعب، ريمي التماس. بيكر. الكرة الآن مع الفريق الخصم. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. تسديدة يا رب. ضربة مرمى الآن تلعب في هذه اللحظات. ريتشارد. ماهر. محمد. يحتفظ بالكرة، يتقدم فيها في الهجوم. تسديدة قوية تمر على المرمى. كانت بحاجة لبعض التركيز في اللقطة الماضية. محاولة جيدة في الإجمالي.
الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح، تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. سميث، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ديابي، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، برافو للمدافع في هذه الكرة، تدخل مثالي، يقطع الكرة، يقطع الطريق. روميرو، محمد، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ممكن التقدم الآن، هدف، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، برافو في التغطية، شوف ابعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة. حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. جميل نقل الكرة، فرصة للتقدم في المباراة. كرة تحتسب إلى ضربة ركنية في المدرج الآن، ضغط كبير، ضربة ركنية من الممكن التسجيل من خلال هذه الكرة. الحكم يعلن عن وجود خطأ من مسافة قريبة جدا. تسديدة مميزة، تصدي من الحارس، مزرت الكرة خطيرة. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي تماس. ووكر، ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة خارج السيطرة، رمية تماس تفتقد الدقة، كرة بتروح للفريق الخصم. فيراري، كرة بتتحول إلى رمية تماس، ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. عرضية مرت من الجميع، مرت الكرة لم تجد من يقابلها في الجانب الآخر. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. كرة بتغسل وبتعدي من الخط الخلفي، لم تأتي بأي جديد في الملعب. حكم الرأي يشير إلى ضربة ركنية بعد أن لامست الكرة المدافع قبل الخروج. أيضا بيلعب الكرة إلى منتصف 18، هجمة لم تصل لأي شيء، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. في مساحات موجودة لكن كرة بينية فيها خطورة الآن، حاول يحط الكرة من فوق حارس المرمى لكن الله على الإنقاذ، حارس المرمى كان ممتاز. لم ينجح أحد في فك الارتباط بين الفريقين، وما زلنا حتى الآن في هذا التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة. ووكر، كرة بينية خلف المدافعين، يتوغل باتجاه المرمى، لم تدخل، وتصويبة خطيرة. يا رب في الوقت القاتل يتقدم في النتيجة، مفاجأة كبرى، الفارق الكبير بين الفريقين، الهدف يأتي في هذه اللحظات. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعلي. محاولة خطيرة، يا لعيب يا فنان، مستحيلة هذه الكرة، شوف الدقة، شوف الكرة وين استقرت، الكرة في المرمى، الله على هذا الهدف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي، يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل، الله على الكرة. روميرو،
تنقل جميل للكرة في آخر لحظات ممكن تكون كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. فدائية كبيرة في هذه اللحظة. شوف اعتراض الكرة ضربة ركنية في الوقت الأخير، فرصة للعودة وتسجيل هدف الفوز في هذه المباراة. تنفذ الضربة ركنية باتجاه وسط 18، لم تشكل أي خطورة. بيكر describe these monuments, a false sense of permanence. I've placed faith in geography to hold you in my memory. I'm sifting through these wreckage piles, through the rubble of bricks and wire, looking for something I'll never find, looking for something I'll never find. Digging for coal in my neighborhood, where all the old buildings stood. We'll be right back.
Mi piace con lei della flora. In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbanfare la Roma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso. Guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine. Energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, casini, problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. Habibi, Habibi, Habibi. Habibi, Habibi. Scusa, bras la susa. Mamma, se mamma m'accusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi la mia babysitter, che tu fossi la prof di recupero. Sono settimane che ti provo a chiamare. Fai la presa male, posti foto col cane. Scrivi e dici che è il tuo unico amore. Così non vale, baby, così non vale. Non si fa così, Willy Willy, problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. Habibi, Habibi, Habibi.
if you wanna know something about me. The blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Yo. We're far from ordinary. Alright, how can I say this? From a place where no one expects us to make it. There was the Stone Roses and Oasis, but when they were big, we were still babies. I'm talking to the new generation, and we wasn't born in the 80s. They say that we don't see many places, cause nobody's left there for ages. Serious love for the people that raised us, even though it got crazy. Poverty stricken, but that never fazed us. Not one of us lazy. And I'll be the first to say money don't change us. Well, it didn't change me. I'll never forget where I came from. That's cause it's the struggle that saved me. On the streets we got brought up, and we'd play on the grass, cause we're trying to be pro footballers. They say there's no kings out here, nobody's got money, every one of us paupers. I beg to differ, cause I see the bigger picture. Every one of us kings, we could live on the street and make it a castle. What they call us, we can keep throwing our orders. In fact, bring cameras and record us. We've been fighting for survival, and you're gonna learn what war does. Why did he call it an army? That's cause he's filled with soldiers. A war going on outside in his life. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Okay, what did he expect? They expect us to fail this test. They think we're broken, we're not blessed. Like we're gonna watch our parents stress. No chance, and more time our parents are broken up anyway. There's no romance, and the car's been sold. And that's cause there's no keeping up with their finance. What did he want us to do? Skip down the road to the job center and just hold hands? It's not easy out here. Depression's a killer, especially when you've got no plans. So much pain on a daily basis. Would you not grab the with both hands? It's a shame to strong enough to wipe out the whole gang. If I'm being brutally honest, I don't condone it, but I understand the stealing and the violence. Yeah, man, run when you hear the sirens. No comment, leave the room in silence. That's the same boy whose mum got treated bad in the job center on Friday. Dad don't care, so he lacks the guidance. It's a shame that the streets are evil, but that's just where we grown up. Not everything was legal, but that's where we learned to be tough. Most people grind to a halt like a car with no petrol or no diesel, but we keep it moving round here. We're far from ordinary people. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. Even when we're broke, we'll always have it. Falling again, we look up to greet the heavens. Who cares if we had harsh beginnings? We look onwards. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. We're far from ordinary. Far from ordinary. This record is intended to help you check your playing equipment without the use of measuring instruments, and remembering that the ultimate aim is to produce sound which is completely acceptable to the listener. I'm tired of fate, fortunes being sold. I'm tired of my tires burning rubber on the roads. Tired of the distance, the lengths that I go to, trying to get a bit of credit from you.
Real love feels real, so I don't need to try to synthesize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys. My friends to a G, oh no. And all I do is twinkle the ivory keys indulgently, cause I do this for me, I know. And it just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Cause I've been trying to do this right with no profits and the loss, I can't stop it. And consumption lies at the heart of my bad habits. I live in a world where I want but can't have it. Tell me why that is the way it is. I need some real love to feel real, but people all around me still trying to empathize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys, habitually to a G, oh no. And all I do is twinkle the ivory keys, it's no wonder why I made no peace, I know. دخول الجولة الثانية الفريق يطمح في تقديم المزيد ويبغي يطور أداءه بعد ما نجح في تحقيق تعادل جيد في المباراة الأولى. الآن الجماهير تطمح لما هو أكثر من هذا في مثل هذه المباراة. كرة تصبح في سيطرة الفريق المنافس. ستكون المتعة حاضرة في مباراة اليوم. نحن بصدد مشاهدة مباراة دولية مثيرة بين منتخبين مميزين أمامنا على أرضية الملعب. تمريره باتجاه الجناح. كره كانت على الطرف لكن الدفاع بشكل ممتاز. مساحات كبيره على الطرف الملعب. عرضيه في المنطقه. كره خلفيه لكن الكره كانت بعيده. شوف هذه الكره تحتاج الدقه، تحتاج المهاره، تحتاج التنفيذ وتركيز عالي جدا حتى تصل المرمى. محمد. فيراري. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. ضغط كبير عليه. الآن يبحث عن كرة خطيرة على المرمى. كرة بتتشتت من الدفاع. وارد.
كرة جميلة على الطرف، هذه تصويبة، تغطية سليمة بيبعد الخطورة، كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس خاطئة، رمية التماس، الكرة بتروح للمنافس، يلمس تصويب، برك الكرة فوق العارضة، شوف كيف ركنها بشكل سليم بمهارة في اللقطة الماضية، لكن الكرة عدت شوي، تحولت الكرة إلى خارج الملعب، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، الله على الدفاع، شوف قطع الكرة قبل ما تشكل خطورة، شوف كرة بينية خلف المدافعين، هجمة ضاعت بدون أي خطورة، تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الأطراف، تدخل سليم واعتراف بهذه الكرة، حلوة الكرة إلى الطرف، بيكرها بشكل ممتاز، الله على قطع الكرة، يتراجع ليحصل على الكرة، الحكم يوقف اللعب ويحتسب الخطأ، محمد كرة مثالية وعرضية منتظرة، تمركز الجيد وساعد في قطع الكرة، يتعرض لضغط كبير، ديابي، بنتلي، تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة، الآن ممكن يلعب له كرة عرضية، عرضية تصل في وسط منطقة الجزاء، كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل، بيرسل الكرة، وارد، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى، نستمع إلى صافرات الاستهجان، إلى الاعتراضات، إلى الاحتجاجات في مدرجات الضيوف للتأثير على حكم المباراة، لاتخاذ قرارات بشأن عملية إهدار الوقت التي يقوم بها صاحب الأرض، النتيجة الحالية تبدو مرضية لأصحاب الأرض، لكل جماهيره، ولذلك نرى منهم محاولات لإهدار الوقت في الدقائق الأخيرة للخروج بالفوز وخطف الانتصار. كرة بينية فيها خطورة الآن، فرصة كبيرة للتسجيل، فرصة بتضيع والكرة بتعدي، بعد إتاحة الفرصة حكم رجع واحتسب الخطأ والآن في كرة أصفر، محاولة فاشلة لاستخلاص الكرة وبالتالي يرتكب خطأ واضح على المنافس، واضح أن اللاعب كان مضطر لارتكاب هذه المخالفة، سوء تمركز لحظة قيامه بالتدخل، يلماز بلينية مثالية خلف المدافعين، كرة لم تشكل أي تهديد حقيقة، تدخل وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية، بيرسل الكرة الوسط، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، يا رب قريبة كانت، قريبة كانت، يلماز كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية، مساندة تصل الآن، عرضية في وسط البوك يبعدها من مناطق الخطر، مرتدة ممكن تكون سريعة، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة، اللعب يستمر في أرضية الملعب، حكم يعطي الأفضلية، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع،
تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. محمد فيراري، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. بنتلي، حكم السحب يشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. عمل كبير من حارس المرمى في اللقطة الماضية، يستحق عليه الإشادة. كرة كان ممكن تكون هدف، لكن الله على تدخله في الوقت المثالي. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. كان بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل. عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها. شوط أول ينتهي والنتيجة سلبية. مباراة متقاربة في شوطها الأول. نبدأ الآن مع الشوط الثاني وضربة البداية لهذه المباراة. توقيت سليم لحارس المرمى بالخروج من مرمى، ينقذ الكرة المعطية. محمد بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. جيد يساعد في قطع الكرة. كرة بينية خلف المدافعين بمبدأ الأمان. خلص المدافع، بيرسل الكرة. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. بإمكانه إرسال كرة عرضية خطيرة الآن إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. جابي، عرضية في وسط منطقة الجزاء. أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف آخر. مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. سيلفا، بنتلي، في منطقة جزاء يستعيد الكرة. يلماز، وارد، مساحات مفتوحة على طرف الملعب. الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. جابي، تمرير باتجاه الجناح. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. فيراري، عرضية ممتازة في وسط المنطقة. برافو في التغطية. شوف إبعاد الكرة، خلصها من منطقة الخطورة. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة.
باتجاه القائم الثاني. كرة تتحول إلى ركنية من الحارس. الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية تحتسب. ركنية ملعوبة في وسط 18. يا الله على هذه الكرة. تعادل قرب. قرب إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة. الفرصة كانت خطيرة في اللعبة الماضية. وفرصة التعادل مستمرة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. هجمة لم تصل لأي شيء. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. واللاعب يشوت. يا الله حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. ركنية تنفذ بشكل قصير. عرضية تصل إلى الصندوق. مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى. لكن الحارس خلصها. قطع ممتاز للكرة قبل التسديدة مميزة. حلوة الكرة. حلوة الفكرة. كانت غريبة. كان ممكن يلعبها براحة أكثر وتركيز أكبر. شوف اللقطة الماضية واللعبة اللي ضاعت في الفرصة الماضية. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. يلماز عمل جيد في قطع الكرة. مساحات كبيرة في الجناح. برافو الدفاع. خلص الكرة البينية. كم ممكن تكون فرصة. عرضية مرت من الجميع. مرت الكرة لم تجد من يقابلها في الجانب الآخر. المدرجات تشتعل في هذه اللحظات. الله على بيلعب لك كرة. في رغبة واضحة لإنهاء المباراة وتسجيل هدف في الأمان. الحصول على ضربة ركنية في هذه اللحظات. كرة قصيرة. كرة عرضية في المنطقة. الله على الفدائية من المدافع. شف اعتراض الكرة الماضية. فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. حكم يشير إلى ضربة ركنية بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. ديابي انطلق على الطرف. ممكن يلعب له كرة عرضية. خمس دقائق تفصلنا عن صفرة نهاية المباراة. محمد فيراري بنتلي. مدافع بيخلص الخطورة بيرسل الكرة. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز. تفتقد للدقة. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. يلماز. كرة خطيرة على المرمى. تسديدة خطيرة. الحارس يقول لا. يبقي على نتيجة تقدم فريقه في الدقائق الأخيرة بهذه الروح الكبيرة. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. يبعد الخطورة عن منطقته. فرصة من جديد لكرة التعادل. كرة أخيرة لتعديل الأوضاع من الضربة الركنية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. كرة بتبعد من مناطق الخطر. البحث عن هجمة مرتدة. بينية مثالية خلف المدافعين. دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. ماهر بعد 90 دقيقة. I'm
pasito y baile muy bien, me quito. Cogeme este pasito y baile muy bien, me quito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Cogeme este pasito y baile muy bien, me quito. Cogeme este pasito y baile muy bien, me quito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Anything I want, I get it somehow. You.
اليوم يدخل الفريق المباراة بهدف الفوز بعد ما حقق فوز في المباراة الماضية. وكما نعلم في كرة القدم الفوز يأتي بالفوز ويأتي بالفوز ويأتي بالثقة، هذا ما تتطلع إليه الجماهير الحاضرة في مدرجات اليوم. فوكس، رويز، رودريغيز، انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها، تدخل يبعد الكرة، ماهر يفرض أسلوبه يفرض طريقته يسيطر على الكرة، غياب كبير من الدفاع في التغطية. شوف الكرة مع المهاجم الآن، مرتدة ممكن تكون سريعة، فشل في استغلال الكرة المرتدة وبالتالي الكرة بتضيع، تدخل يبعد الكرة ولعب الشوت، كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضربة ركنية، بيلعب الكرة الوسط 18، فرصة لكرة مرتدة سريعة، مساحة موجودة على طرف الملعب، شوف المهارة يعدي فيها، انطلاقة باتجاه الهجوم، هدف في الافتتاح يأتي مبكرا لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء، هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. وركلة حرة في وقت مبكر جدا من هذا المكان، يحتاج لتنفيذها بالتأكيد للزملاء بالشكل الصحيح. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، كرة بتضيع، فرصة بتروح، شوف المسافة كان قريب في اللقطة الماضية لكن الكرة راحت. فيراري، ضربة مرمى الآن تلعب في هذه اللحظات، الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات، يضرب الآن، حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل، رويز تمركز الجيد يساعده في قطع الكرة، كرة بينية خلف المدافعين، كرة عرضية في المنطقة، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة، تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة، تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل، رمي التماس بعد تمريرة ما كانت جيدة، فوكس المدافع يكرهها صح وابعد الكرة من منطقة 18، محمد، ماهر، رويز، إبراهيموفيتش، ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة، ضغط كبير، كرة بتتحول إلى رمية تماس، الحكم يقيم الأفضلية، الحكم يعلن عن وجود خطأ،
كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل يبعدها من مناطق الخطر. بيرسل الكرة، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية، كرة على الطايب لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. ديابي، كرة في الجناح، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة. القائم يتصدى، تدخل بالتأكيد في خطأ موجود في اللعبة. فرصة كانت لتعزيز الفارق لكن لم يحالف التوفيق. العارضة لعبت دور حارس المرمى لتبقي النتيجة على ما هي عليه. كرة ممتازة في المساحة، يا الله فرصة للتعادل. ضربة ركنية، بيلعب الكرة الوسطى 18، أبعد الكرة من مناطق الخطر. التمركز كان خاطئ من المهاجم وبالتالي حكم الرأي يعلن عن وجود تسلل. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ماهر، سيلفا، رودريغيز، حارس يذهب للإمساك بالكرة. كرة بينية فيها خطورة الآن، هذه تصويبة. برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. ركنية تنفذ بشكل قصير، عرضية في وسط منطقة الجزاء، ركنية أخرى. تنفيذ الضربة، ماهر، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدفين مقابل لا شيء الآن، هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين. الفريق عرف كيف يخرج بالشوط الأول منتصرا. تتواصل المباراة مع ضربة البداية للشوط الثاني. كرة عبرت الخط وضربة مرمى. رودريغيز، تدخل يبعد الكرة، خطأ ما فيها كلام. روميرو، كرة بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب، رمية تماس.
يرسل الكرة في الخلف. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. جميل الكرة البينية والله على النظرة. إبراهيموفيتش قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. تدخل سيء ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. انذار يوجه للاعب راح يزيد الضغط عليه فيما تبقى من دقائق. كرة جميلة على الطرف. محمد رودريغيز لحظات وتنفذ رمية التماس. ماهر تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. برافو للمدافع في هذه الكرة. تدخل مثالي يقطع الكرة يقطع الطريق. رودريغيز تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. كرة بتتخلص من المنطقة. كرة بتتحول إلى رمية تماس. يتحرك بيرسل الكرة. يفرض أسلوبه يفرض طريقته يسيطر على الكرة. تدخل والكرة بتروح. يضرب الآن. تصدي ممتاز. ماهر الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. كرة بالخطأ. فيراري فرصة والكرة في وضعية الهجوم. فيراري تسلل واضح. لاعب ما تحرك في التوقيت المناسب. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. يا سلام على فكرة التمريرة فكر فيها لكن المدافع قراها صح في اللقطة. الحكم يحتسب ركلة حرة. الحكم قرر ألا يخرج البطاقات واكتفى بالتنبيه. اللاعب عليه أن يستفيد من هذا الإنذار الشفوي لأنه قد يغادر الملعب من الباب الصغير. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. فيراري سيلفا جابي تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. حلوة الكرة إلى الطرف. شوف المساندة. جابي ماهر حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء. محاولة تقليص الفارق. إبرا هدف تقليص الفارق. كان متأخر لكن ما زالت المباراة لم تنتهي بعد حتى الآن من صافرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة.
خمس دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية. هدف يتيم ما يفصل بين الفريقين حتى الآن. الآن الجماهير تقدم تسلل واضح وصافرة الحكم تمنع هجمة هدف محقق. علي قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة، بيخلص الكرة ويبعد الخطورة. رودريغيز ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. إبراهيموفيتش كرة بتعدي بيواجه فيها المرمى. ننتظر قرار حكم المباراة بعد هذه اللقطة، ما راح استغرب إذا شاهدت البطاقة الحمراء حقيقة. بطاقة حمراء مستحقة، مستحقة، قرار سليم من حكم المباراة. اللاعب يعرف بأن القرار سليم في اللقطة الماضية، منع اللاعب المنفرد بحارس المرمى. حكم اللقاء يقر ثلاث دقائق الآن. الآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. رويز واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. كرة بتتشتت من الدفاع. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة. أداء رائع. I think I made it, 'cause I'm always smiling and you're a